بلدية عين الريش بمنطقة الخوجة 2. بسم الله. اليوم قمنا بوضع حيز الخدمة لمشروع ببلدية عين الريش وهو منطقة الخوجة 2، حيث قمنا بربط 15 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية بطول شبكة متوسطة ومنخفضة التوتر قدرت ب 15.7 كيلومتر، وكذلك 5 محولات كهربائية. التكلفة الإجمالية للمشروع قدرت ب 7.52 مليار سنتيم. ستعرف الأيام المقبلة كذلك على مستوى بلدية مجدل وضع حيز الخدمة 44 مستثمرة فلاحية، وهذا يبرهن مرة أخرى المجهودات التي تقدمها السلطات العمومية لولاية المسيلة لدعم القطاع الفلاحي، خاصة لتميز به ولاية المسيلة لدفع حركية التنمية الفلاحية. والعملية تبقى متواصلة لأنها ستمس ما يفوق 6000 مستثمرة فلاحية تقريبا، يعني راهي مست وضع حيز خدمة ما يفوق 70% من الكهرباء الفلاحية.